راك عايش تما كاين متشرد بالنسبه ليا انايا، دايرينك بنادم طريق باش تبوزها، وبغيتي تقول باللي انت كتاكل نهار واحد مره واحده في النهار وباللي ما كتلبسش، ولكن انت عممتي قلتي المغاربه. حاول تدرك لك شي شويه على هذا الشيء، هو الربح ديال المنتخب الوطني اللي تاهل للمونديال، او اللي باش الناس تشميكوا عليك شي شويه وصافي. ولكن نقول لك راه واخا هكاك راه ديما غادي تبقى في البال باللي راه قلتي ديك الحاجه. الحقيقه ديال العيش ديالو شما كاينه، راه الى اخر باغي تبوزها معاه وصافي، اما هو راه عايش الى جينا نشوفو من مور الكاميرا راه ما عايش، والله ما عايش اخويا بالله. واللي شي باغي يبكي مياميتشي، حنا راه ما مياميتشي ما والو دشاعك نتايا باش نقولها لك نيشان، راك جي شي الرباط واش عرفني من وجهي هكا مول بينوار تيك توكر. ضروري الاكشريات شكون شفتوني البلبله اللي كنت درتو هكا، وجيت دابا غادي ندوي على كوبنهاغن. انا بيني وبينو زعما ما كاينش شي حاجه اللي غراف ولا شي حاجه بيناتنا، انا جيت نخرج دابا على ودك رد لي دار بحال الاستحمار بحال ما نعرف شنو، ملي شي يجي كيقول لك ان المغرب كناكلو فيه مره وحده وما كاينش بنادم في فيني يسكن وما كاينش اللباس. الحمد لله حنا هادشي كامل راه عندنا في المغرب وعايشين بخير وفوق فيه كاع احسن من اي دوله. وقبل من هادشي كامل اخي اسامه، راه الناس كما كانوش حنا الفئه ديالنا والناس اللي تعاطفوا معاك ما توصلش لهادشي اللي اصلا انت فيه، وداك الشيء اللي معاك اللي انت كتقول راه عاونك وهادي وهادي، راه حنا غير ميكن على واحد الصوره ديال انه داك هو الطليان باش حتى هو يطلع وانت يتحقق لك الحلم ديالك. حيتاش انه هو من طريقه الهضره ديالو زعما بنادم شيطا عليه فلوس ما لقى ما يدير، قالت انا خصني تبوزه خصني نجيب معايا اسامه فهمتيني. البلان اللي كاين عاوتاني واللي ما عجباش المغاربه، وهو البارح خرج في فيديو قال لهم لا انا دويت على راسي وداك الشيء كنت كندير انايا وكيتحدى كدا. راه ما يجيوش المغاربه ويظلموا شي واحد، يعني ان شاء الله لقى شي واحد الفتره ديال رمضان اللي كيطلع فيها الادسانس وكدا وهادي، يجي شي بغي شي تستغلها وتعطي سميتو ديالك. حيت شي وحدين اللي شتي شدو هاد السوق هذا كاينين في الحبس فهمتي. هي الميساج اللي بغيت نوصل ليك، المغرب راه كيبقى احسن بلد، راه احسن من الطاليان واحسن من اي بلاصه. راه واخا حنايا ديك فترات ابعن جد وبقات في الصوره وهكا وهكا باش تي تنقولوا لا الغربه زواونه الغربه فيها كذا، تمشي تما كاينه راه والو، راك عايش تما كاينه متشرد بالنسبه ليا انايا، دايرينك بنادم طريق باش تبوزها. وعاوتاني داك ادم الا جيتي تشوف بحال بغا هو هادشي هذا، واش جالس حداك وزعما ما دار ليه المنغزو ما دار ليه والو زعما باش يقول ليه كدا. راه انت بغيتي تدوي على راسك، بغيتي تقول باللي انت كتاكل نهار واحد مره واحده في النهار وباللي ما كتلبسش، ولكن انت عممتي قلتي المغاربه راه كاين كلشي تراديكسيون راه يوتيوب. غاتمشي اي واحد دابا غادي يمشي غادي يجبد داك الفيديو ديال فاش دوج داك سميتو ديالو داك الانترفيو، غادي تراديكسيون بلونجلي ولا بالفرنسي وغادي يعطيك الجواب. وانا كنتحداه هو تيعمم، راكم ما عممتيش المغاربه راه ما غاديش يسميشو، العكس عاد غادي يزيدو يدعموك وعاد غادي يزيدو بزاف ديال الحوايج باش نكونو متفقين. والحاجه وحده اللي حاولت تدرك لك شي شويه على هذا الشيء هو الربح ديال المنتخب الوطني اللي تاهل للمونديال، او اللي باش الناس تشميكو عليك شي شويه وصافي. ولكن نقول لك راه واخا هكاك راه ديما غادي تبقى في البال باللي راه قلتي ديك الحاجه، ونادو حملات ونادو كدا هادي، وولي شي باغي تبكي مياميتشي. حنا راه ما مياميتشي ما والو دشاعك نتايا باش نقولها لك نيشان، راك جي شي الرباط واش عرفني من وجهي هكا مول بينوار، وجي شي انا والمحنسار
كذا وجيتي عندنا واستضفناك في المحاريك ورحبنا بك احسن شرحيب، وراهي سميشو اللي رحبوا بك، اما اللي عندهم راه كاع ما يتسوقوا لك ولا يهبطوا ولا شي حاجه. راه باش تعرف راه ولد الشعب كيعيش مع ولد الشعب، راه ما كاينش شي واحد غادي يكون عنده البينكا وغادي يجي يتسوق لك نتايا. راكو ما كانوش الناس سميشو واش غادي يظلموه؟ راه ما يظلموش، هو غير بغى يدرك وبغى زعما بغى شي تقدم على شي دار وما عرفتيش. انا كون كنت منك كذا هادي وهادي وهادي وبغيت نبان عن الطليانيين باش نقول لهم انا راه كنت عايش في كذا هادي 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 كذا ودابا وليت في كذا وكذا، راه ما مشي على شي دار. هذاك اللي جي شي قال شي لي خرج شي فيديو قال شي ديروا تخاديكسيون، انا ما قلتش، انا دويت على راسي. واش دويتي على راسك وينوض بنادم يجي عندك يقول لك لا قلتي حكا ما حكا قلتي المغاربه؟ راه شوم الحقيقه ديال العيش ديالو شما ماكينه، راه الا اخر باغي تبوزه معاه وصافي. اما هو راه عايش عاف، الا جينا نشوفه من مور الكاميرا راه ما عايش، والله ما عايش اخويا بالله. حيت كيف ما كنشوفو جيتي تيجي في ستوري كذا هادي تيبدا يبان انا زعما وانا وانا وصلت ودرت كذا. لا خصك تبان بواحد الصوره زواونه، حققتي الحلم ديالك وقفوا معاك اللعابه وقفوا معاك لي زارشيست كذا هادي، وراه خصك تهز. حنا راه افتخرنا بك نهار قلنا كوبنهاغن راه مشى لميلان ربي سهل عليه جاب لي واحد ولد الناس اللي كذا هادي اللي لي زوا فرحنا به. ولكن باش تجي شار واحد النهار وتدير الغلطه راه حشومه، راه غروا المداير زعما وتيمشي وكياكل في لي ريستورون الواعرين وكيمشي وكيخرج كذا هادي بالطوموبيله واعره وكذا ودار زعما بروجي وكذا، وهادي راه المداير. اما من مور الكاميرا غادي نجيو نشوفو ما لقاو والو باش نكونوا متفقين. هذا مقد لي الوراق خرج لي سميشو ديالو كذا هادي الله يسهل عليه. وهذيك هي الحاجه اللي كتبان ليا انايا اللي غراشو بزاف، فهمتي؟ هذيك هي الحاجه اللي غراشو كشر بزاف كاع وتطغى كاع ولا شي يقول في شي هضره ما كايناش كدا هادي. راه الحمد لله راه تجي تشوفها انايا شي انايا كدا هادي الحمد لله، فهمتيني؟ شناكل ربعات المرات وشناكل خمسات المرات وما عنديش المشكل، والبياس الواعر كنضربو فهمتي. وما عمري قلت البلاد خايبه ولا كذا هادي، كتجينا واحد الضياقه وكذا هادي ما لقيناش بزاف ديال الحوايج، ولكن عايشين بخير. شي ان فوا شكون في هاد البلاد السعيده هادي ناعس واكل شارب وبخير، هذيك راه هي احسن حاجه، وراضيين عليك والديك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.